الترحيب بأسرة لو تي في والإشادة بالعمل الرائع الذي تقوم به لو تي في وبالمجهود الرائع وبالابتكار وبالتجديد وباعتباره المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية بأسرها على حد علمي. سعداء جدا بقيامكم بتغطية مؤتمر شرم الشيخ في نسخته السابعة، مؤتمر دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي. أحب أن أطلع مشاهديكم على تاريخ مؤتمر شرم الشيخ. فكرة مؤتمر شرم الشيخ طرأت للمرة الأولى عام 2002 حينما كان يقوم مركز القاهرة بتنظيم ورشة عمل قضائية مع الأونسيترال، مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، وكانت عن دور القضاء، ولكنها كانت ورشة عمل من يوم واحد. وبعد نجاح هذه الورشة اقترحت وبل وحثت الأونسيترال مركز القاهرة على تكرار هذا النوع من المؤتمرات وعلى أن ينعقد دوريا. فعقد المؤتمر الأول وكان تحت مسمى الدور الحيوي لمحاكم الدولة في التحكيم الدولي، وحضره العديد من المشاركين من مختلف الدول من مختلف القارات، ومتحدثين أيضا ممثلين لمختلف الدول ومختلف القارات. ونجح المؤتمر نجاحا كبيرا وكان في شرم الشيخ في نوفمبر 2005. النسخة الثانية من مؤتمر شرم الشيخ أيضا حملت عنوان الدور الحيوي لمحاكم الدولة في التحكيم التجاري الدولي، وحقق هذا المؤتمر نفس النجاح. وطبعا الدور الحيوي المقصود به أن بطبيعة الحال أنه بدون قضاء مساند للتحكيم، بدون قضاء متخصص في التحكيم، فإن المنظومة التحكيمية يصعب أن يكتب لها النجاح في الغالب الأعم من الأحوال. وبالإضافة للدور العدلي الذي يقوم به القضاء حينما يكون مسندا للتحكيم، فهو أيضا يقوم بدور إنمائي اقتصادي. فالدول الجاذبة للتحكيم على أرضها، الدول التي تصنف بكونها قبلة للتحكيم الدولي، تساهم في زيادة الناتج الاقتصادي. وهناك دراسات أجريت في إنجلترا وأجريت في سنغافورة وتقوم باحتساب دور التحكيم الدولي الذي يقام على الأراضي الإنجليزية والمنازعات التجارة الدولية التي يختار للفصل فيها القضاء الإنجليزي. هذا الاختيار للقضاء الإنجليزي واختيار إنجلترا كمقر للتحكيم له مساهمة كبيرة في الناتج الاقتصادي. نفس الشيء تفعلته سنغافورة، وهذا ما توقعه المشرع المصري، فرحمه الله النائب إدوارد الذهبي، وهذا ثابت في مضابط مجلس الشعب إبان إصدار قانون التحكيم، حينما كانت هناك معارضة لقانون التحكيم بحسبانه عودة للامتيازات الأجنبية وللمحاكم المختلطة من قبل بعض النواب، ذكر النائب إدوارد الذهبي أنه إذا تم تمرير هذا القانون سوف تصبح مصر أو القاهرة والإسكندرية خصوصا، وذكرهما بالاسم، شأنهما شأن باريس ولندن وجنيف ونيويورك، يعني ذكر هذه المدن الأربعة. نعود إلى سلسلة مؤتمرات شرم الشيخ. عقد المؤتمر الثالث عام 2010 أيضا في شرم الشيخ تحت قيادة الدكتور نبيل العربي بعد أن وافت الدكتور محمد أبو العنين المنية رحمه الله، ثم تولى القيادة الدكتور محمد عبد الرؤوف بعد تعيين الدكتور نبيل العربي وزيرا للخارجية، وتحت إدارته انعقد المؤتمر الرابع عام 2012، ثم المؤتمر الخامس عام 2014، ثم المؤتمر السادس عام 2016 دائما في نفس الموعد في نوفمبر من كل عام. هذا العام اختلف الأمر قليلا حيث عقدنا المؤتمر في ديسمبر خشية من بعض المؤتمرات الكبيرة التي انعقدت في نوفمبر، ولكن رغم ذلك فوجئنا بأن الدولة نظمت مؤتمرا عملاقا حول إفريقيا.
هذا لم يحل دون نجاح هذا المؤتمر، لكن كنا قد أعلنا عن موعد هذا المؤتمر وكان يصعب علينا أن نقوم بالتعديل بعد أن تبين لنا هذا التزامن، لكن الحمد لله هذا المؤتمر لم يؤثر، بل بالعكس فإن بعض من حضروا مؤتمر إفريقيا الذي نظمته وزارة الاستثمار حضروا اليوم الثاني لمؤتمر مركز القاهرة هنا بفندق سافوي. ما أضافه المؤتمر هذا العام، مؤتمر شرم الشيخ، تنوع أكبر في عدد المتحدثين، فقد راعينا في التنظيم مراعاة الاستقرار ومراعاة الحداثة. الاستقرار بمعنى المحافظة على المكتسبات القديمة، ضرورة الحديث عن بطلان أحكام التحكيم، ضرورة الحديث عن التنفيذ، ضرورة الحديث عن قاضي الدعم، دون أن نخصص جلسة كاملة لهذه الموضوعات بالضرورة كما كان يحدث في المؤتمرات القديمة، بل تبين لنا أن هناك موضوعات هامة تعد موضوعات الساعة، وكان ينبغي تخصيص جلسات كاملة لهذه الموضوعات. الموضوع الأول هو الخاص بأهم المستجدات التشريعية والقضائية في المنطقة، فقد صدر قانون إماراتي جديد للتحكيم، صدر قانون تعديل كبير، تعديلات كثيرة في قانون التحكيم الأردني صدرت هذا العام أيضا، كذلك الأمر بالنسبة لمنطقة أوهادا التي تضم عدد كبير من الدول الإفريقية المتحدثة، دول غرب إفريقيا المتحدثة باللغة الفرنسية، صدر قانون تحكيم جديد يسري على هذه المنطقة، وكان رأينا أنه كان لزاما أن نتناول هذه التشريعات الجديدة. أيضا خصصنا جلسة للدور القضاء في تنفيذ أحكام المحكم المستعجل اللي هو الإمرجنسي أربيتريتر، فهذا موضوع هام، موضوع يعني يعتبر جديد إلى حد ما، وإن كان قد كانت مختلف القواعد قد اعتنقته على الأقل في هذا العقد، يعني منذ عام 2011 بدأنا و2012 بدأنا نرى المحكم المستعجل في مختلف القواعد التحكيمية. رأينا أيضا تخصيص جلسة للاحتفال باتفاقية نيويورك لأنه العيد الستيني لاتفاقية نيويورك، فكان واجبا تخصيص جلسة كاملة للاحتفال بالعيد الستيني لاتفاقية نيويورك. المشكلات التي طرأت على تحكيم الاستثمار والتشكيك في مشروعيته، رأينا أن نتناول الأحكام التي صدرت، أحكام القضاء الإقليمي وليس فقط القضاء الأوروبي وليس فقط القضاء الوطني فيما يتعلق بالتحكيم وخصوصا تحكيم الاستثمار. ثم رأينا أيضا أن نتناول موضوع جديد، موضوع من موضوعات الساعة، وهو موضوع دفع الدول بالحصانة ضد التنفيذ في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم، وهي المرحلة اللاحقة على حصول حكم التحكيم على الصيغة التنفيذية. فهذه الموضوعات الجديدة والمستجدة رأينا أن نخصص لها جلسات بعينها. أيضا الجديد في مؤتمر شرم الشيخ هو وجود تمثيل أكبر لإفريقيا من غير المصريين في من ضمن المتحدثين، رقم قياسي حوالي 6 متحدثين من الأفارقة غير المصريين، أحدهم من شمال إفريقيا والآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء. انعكس ذلك نسبيا على الحضور من الأفارقة من غير المصريين، فلدينا من الشمال من ليبيا وتونس، ومن الجنوب لدينا بدءا من السودان والكاميرون ونيجيريا وأيضا تنزانيا، فهناك في الحقيقة تمثيل متنوع يسعدنا كثيرا، وطبعا من مختلف الدول العربية. الوفد الأردني كبير جدا كالعادة، وهناك من الأوروبيين ومن الأمريكان ومن الأسيويين، يعني الحمد لله الحضور في المؤتمر هذا العام تجاوز يعني المؤتمر السادس بكثير. المؤتمر السادس شهد حضور حوالي 165 أو 170 شخص،
لكن احنا معديين ال 200 يعني التسجيلات كانت واصله 260 الحقيقه، ولكن طبعا عد بقى الحضور هيبان في نهايه المؤتمر. المساله الاخيره هي تضخم عدد الرعاه، وهذا دليل على نجاح المؤتمر وتراكم جهوده من 16 راعي في 2016 الى 32 راعي في 2018، واول مره لو تي في معانا، وهذا يسعدنا من ضمن الشركاء الاعلاميين.